وبعد ما شفنا درجات الحرارة تعالوا نروح نعرف أكتر عن الطقس من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا شايفين الجو متقلب جدا، وامبارح قلب بكتمة وحر، فممكن وإحنا في بداية الأسبوع كده تطمنينا بقى على الطقس هيكون عامل إزاي؟ بالفعل يمكن احنا الايام الماضيه كان فيها اعتدال في الاجواء وانخفاض في قيم درجات الحراره، لكن بدانا من امس نحس بارتفاع قيم درجات الحراره خلال فتره النهار بشكل كبير، وايضا كمان فترات الليل اتاثرت بالارتفاعات دي. ويمكن وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه نوهنا عن بدايه موجه حاره الى شديده الحراره هتاثر على معظم محافظات الجمهوريه. الموجه دي ابتدت من الامس ومكمله معانا على مدار هذا الاسبوع كله، يمكن كمان متوقع ان هي تكمل معانا لبدايات الاسبوع اللي جاي، فهي موجه طويله تتجاوز الاسبوع نتيجه تاثر البلاد بالكتل الهوائيه الصحراويه المرتفعه في قيم درجات حرارتها، وكمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى ترتفع كمان عن الامس بحوالي 3 ل 4 درجات وتكون 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، ودي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل. المواطن لو بيتحرك تحت أشعة الشمس في الشارع أكيد هيحس بقيم درجات حرارة أعلى. ذروة هذه الموجة هتكون مع نهاية هذا الأسبوع، فإحنا لسه كمان على مدار هذا الأسبوع هنحس بقيم درجات حرارة أعلى تدريجيا. كل ما تقدمنا في منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع قيم درجات الحرارة ترتفع عن 37 وتكون ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية. ده عظمى للقاهرة الكبرى في الظل. المناطق الموجودة في جنوب البلاد الأقصر وأسوان ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، فبالتالي أجواء هذا الأسبوع كله هي أجواء شديدة الحرارة. فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، الأماكن الساحلية هتكون أجواءها حارة فترة النهار. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هنلاقي فيه اعتدال في الأجواء في بعض الليالي اللي هيكون فيها نشاط للرياح، يعني زي الليلة دي هيكون فيه نشاط للرياح إن شاء الله في معظم محافظات الجمهورية يساعد على تلطيف الأجواء واعتدال الأجواء فترة الليل بعض الشيء، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة اليوم في محافظات الصعيد شمال وجنوب الصعيد ومناطق كمان من جنوب سيناء. وأيضا نشاط الرياح ننوه إنه هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر اليوم، ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 3 متر غير مؤهل تماما. البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن البحر المتوسط معتدل مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. نقدر نستمتع بالأجواء على مدار هذا الأسبوع كله، لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن ده هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى. وفترة الظهيرة من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 العصر دي الفترة اللي بنسجل فيها قيمة درجة الحرارة العظمى وشدة الإشعاع الشمس بتبقى عالية. لو اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس بشكل مباشر. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. طبعا أكيد. ملابس بقدر الإمكان تكون قطنية فضفاضة فاتحة اللون، ونتابع نشرات الجوية، وارد يحصل تغير في قيم درجات الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض. احنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك جدا.